صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج مع كل الناس. النهاردة موضوع حلقتنا نتكلم فيها عن الذكاء العاطفي في الأسرة والعمل والقيادة. هيكلمنا فيه الكاتب والإعلامي الكبير والمدرب القطري حسن علي أنواري. ولكن دعوني قبل ما نستمع للكاتب الكبير نشوف نبذة بسيطة عن شخصيته. الكاتب الكبير حسن علي أنواري هو إعلامي ومدرب معتمد قطري في العلاقات العامة، وأيضا كاتب العديد من الروايات. ولد الكاتب الكبير حسن علي أنواري في مدينة الدوحة بقطر عام 1974. مؤهلاته الأكاديمية تمهيدي ماجستير في العلوم أو تخصص علوم تربوية من جامعة أو الجامعة اليمنية، بكالوريوس في الآداب والتربية تخصص لغة عربية جامعة قطر بتقدير جيد جدا، شهادة مدرب معتمد أو حائز على شهادة مدرب معتمد من مركز ميغا للتدريب، وأيضا شهادة مدرب معتمد من الاستدامة للتدريب الاحترافي. أيضا حائز المدرب والإعلامي الكبير حسن علي أنواري على شهادة دولية في التدريب من الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير. له العديد من الخبرات الوظيفية، نذكر منها مدير التسويق والاتصالات بشركة الخليج للنشر والطباعة الراية والجولف تايمز، رئيس العلاقات العامة بشركة الخليج للنشر والطباعة، وأيضا كان سكرتير تحرير بوابة الشرق الإلكترونية، نائب رئيس قسم التحقيقات بصحيفة أو الصحفية بجريدة الشرق، نائب رئيس قسم التحقيقات الصحفية بجريدة الشرق، وأيضا صحفي بجريدة الشرق القطرية. أيضا الصحفي الكبير والإعلامي والمدرب القطري حسن علي أنواري كان صحفي بجريدة الشرق القطرية. أيضا من خبراته الوظيفية مدرس مادة المهارات البحثية في وزارة التربية والتعليم ومدير مكتب رئيس تحرير جريدة الراية. هناك أيضا وكان أيضا الكاتب الكبير والإعلامي القطري حسن علي أنواري أو ما زال عضو اللجنة الإعلامية لليوم الوطني، عضو اللجنة الإعلامية لمجلس الشعر، عضو في الملتقى القطري للمؤلفين، عضو الملتقى القطري للمدربين. أخذ الكاتب الكبير حسن علي أنواري العديد من الدورات التدريبية العامة ودورات التدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم، وأيضا دورات في الصحافة والإعلام. وحصل مؤخرا على بطاقة العضوية الذهبية وعضوية الجمعية العربية للعلاقات العامة ومدرب معتمد في العلاقات أو في الإعلام والعلاقات العامة. دي كانت نبذة سريعة عن الكاتب الكبير حسن علي أنواري والإعلامي، وأيضا له العديد من الروايات والمؤلفات منها رائحة الكتب وهيباتيا عشقت هيباتيا ونارية. وطبعا احنا في العديد من الحلقات تكلمنا او تحدثنا عن الكاتب الكبير وعن رواياته واعماله الادبية السرية الحقيقة واللي بتتميز بالفانتازيا التاريخية. الكاتب الكبير حسن علي أنواري هو إعلامي ومدرب معتمد، والحقيقة له العديد من المجالات في مجال الصحافة والإعلام. النهاردة يكلمنا الكاتب الكبير حسن علي أنواري عن الذكاء العاطفي في الأسرة والعمل والقيادة، وأكيد كلنا بنحتاج الذكاء العاطفي، وربما يكون كما يعني سوف نستمع من الكاتب الكبير يكون لا يقل أهمية عن الذكاء العقلي. فدعونا نرحب بالكاتب الكبير حسن علي أنواري ونستمع لما يقول عن الذكاء العاطفي في الأسرة والعمل والقيادة، وما يقول إليه أو ما النتائج التي يؤدي الذكاء العاطفي إليه. في البداية أود أن أتقدم لك أستاذة رشا بالشكر على استضافتك في هذه البرنامج في هذا البرنامج، كذلك الشكر للقناة على الاستضافة وتحت الفرصة لي لأتحدث عن موضوع جدا مهم وهو موضوع الذكاء العاطفي وأهميته للأفراد وللمجتمع وفي الحياة العملية والاجتماعية، فشكرا على هذه الاستضافة. موضوعنا اليوم عن الذكاء العاطفي. طبعا تعريف الذكاء العاطفي هو قدرة الفرد على التعرف على مشاعره ومشاعر الآخرين وكيفية إدارة هذه المشاعر وأيضا كيفية إدارة الانفعالات والمشاعر الخاصة وعواطفه، وكذلك كيفية إدارة العلاقات مع الآخرين في ضوء موضوع المشاعر والعواطف. لذا نسمي هذا المصطلح بمصطلح الذكاء العاطفي، وهو قدرتنا على التحكم على التعرف على مشاعرنا وكيفية إدارة هذه المشاعر. طبعا
التعريف نابع من أهم نقطة والعناصر الأربعة والمتبعات الأربعة للذكاء العاطفي، وهي إدارة الذات أولاً، ووعي الذاتي، والوعي الاجتماعي، وإدارة العلاقات الاجتماعية. بمعنى أول شيء نتعرف بوعي الذاتي، نتعرف على مشاعرنا الداخلية ونعرف إيش محدداتها وأسبابها، ثم كيفية قدرتنا على إدارة هذه المشاعر نسميها احنا إدارة الذات، البعد الثاني. البعد الثالث وهي الوعي الاجتماعي، بمعنى أن ندرك مشاعر الآخرين وحاجاتهم العاطفية، ثم كيفية إدارتنا للعلاقات مع هؤلاء. فهذه المرتكزات الأساسية وبكل اختصار معنى الذكاء العاطفي، وهي تحكمنا الكامل وإدارتنا لمشاعرنا وعواطفنا. أهمية الذكاء العاطفي، طبعا البعض يحاول أن يقلل من شأن الذكاء العاطفي ويجد أنه هو مصطلح غير علمي وغير أكاديمي وغير وظيفي ولا يمكن تطبيقه في الإدارة، وأنه هو مجرد مصطلحات هلامية لا يمكن تطبيقها. ولكن إذا رجعنا إلى الأبحاث العلمية، طبعا جولمان بدأ في الذكاء العاطفي منذ التسعينات وحاول أن يثبت مدى أهمية الذكاء العاطفي في حياتنا بشكل عام، سواء في حياتنا الاجتماعية ولا حياتنا الأسرية وحياتنا العملية وكقائد وكموظف. تدخل تطبيقات واستراتيجيات الذكاء العاطفي في كل هذه المجالات، وهناك دراسات أكاديمية مرتبطة بعلم الاجتماع وعلم الإدارة أثبتت مدى فاعلية تطبيقات الذكاء العاطفي في أعمالنا وزيادة الإنتاج وتحسين الإدارة. إذا لا يمكن من ناحية الأكاديمية أن نقلل من أهمية الذكاء العاطفي، فهناك دراسات وكتب أثبتت مدى جدوى الذكاء العاطفي ومدى قدرته على أن نسعى من خلاله إلى تحسين الحياة وتحسين الإدارة من كل النواحي. طبعا هناك العديد من الدورات التي تقدم في مجال الإدارة مرتبطة بالذكاء العاطفي، وهي مهارات الذكاء العاطفي في العمل ومهارات الذكاء العاطفي في القيادة وكيفية تحسين العمل والإنتاجية في من خلال الذكاء العاطفي. ولكن أرى أيضا أهمية الذكاء العاطفي في حياتنا الاجتماعية وحياتنا الأسرية، ولذا لابد أن تقدم مؤسسات الاجتماعية والمؤسسات التي تهتم بالمرأة محاضرات وورش ودورات عن أهمية أو مهارات الذكاء العاطفي. يجب على الأزواج أن يعرفوا مهارات الذكاء العاطفي، لأن كلما تعمقنا أو كلما استطعنا أن نكتسب مهارات الذكاء العاطفي كلما كانت حياتنا أفضل وأنجح. على الزوج أن يتعلم الذكاء العاطفي حتى يكون قادرا على تعامل مع أسرته ومع زوجته، وكذلك الزوجة عليها أن تتعامل أو تكتسب مهارات الذكاء العاطفي حتى تكون لها قدرة على التعامل مع زوجها، وكذلك كيفية التعامل مع الأطفال. فمهارات الذكاء العاطفي واستراتيجيات الذكاء العاطفي تدخل في نواحي عدة ومجالات كثيرة في حياتنا العملية والعلمية والاجتماعية. لذا أرى أن على المجتمعات المدنية والجمعيات الاجتماعية والمراكز أو المؤسسات الاجتماعية بشكل عام أن تكون لها استراتيجية في نشر ثقافة الذكاء العاطفي وعدم التقليل من فائدة الذكاء العاطفي. يجب أن نركز على هذه المهارة، ويجب أن نركز على هذه الثقافة، ونحاول أننا بقدر الإمكان أننا ننشر هذه الثقافة للحصول على مجتمع صحي يتمتع بالصحة النفسية، وكذلك أسرة تتمتع بالاستقرار العاطفي والاجتماعي والنفسي. فكلما كان أفراد الأسرة لديهم
مهارات الذكاء العاطفي كلما كانت الأسرة سعيدة وقادر على أنها تتجاوز مشاكلها والصعوبات التي تواجهها. فهذه من المهام الأساسية للمراكز ومؤسسات العمل الاجتماعي أنها تنشر ثقافة الذكاء العاطفي في المجتمعات بشكل عام. من فوائد الذكاء العاطفي، هناك فوائد عدة للذكاء العاطفي، منها الصحة البدنية. كلما كان الشخص يتمتع بالذكاء العاطفي كلما خفت عنده التوترات والقلق، وبالتالي تخف عنده الأمراض الناتجة عن الانفعالات والعصبية، يعني يكون صحته البدنية والنفسية أفضل بكثير، لأنه هنا يتحكم في انفعالاته، يتحكم في غضبه، يتحكم في التوتر والقلق، وبالتالي يستطيع من خلال الذكاء العاطفي أن يحقق الصحة النفسية والصحة البدنية له. تختفي عندها إذا اختفت عندها التوترات والقلق، هنا تخف عندها أمراض القلب، أمراض السكر، الضغط، كل هذه ناتجة عن أمراض كلها ناتجة عن انفعالات عصبية والقلق والتوتر، وبالتالي يستطيع أن يخفف من هذه المعدلات. كذلك يحقق السلامة العقلية، لذلك يعني يكون قادر على الإنتاجية، قادر على التفكير، لأنه هو يستطيع أن يحكم في انفعالاته، ويستطيع أن يحكم في توتراته وقلقه، وبالتالي يكون قادر أكثر على الإنتاجية وعلى العمل والتفكير والإبداع. كذلك من فوائد وأهمية الذكاء العاطفي أنها تحقق العلاقات الوطيدة في المجتمع. عندما يتمتع الفرد بالذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، يكون له قدرة على إدارة العلاقات مع الآخرين وتفهم مشاعرهم وكيفية التعامل معهم، وبالتالي نحقق مجتمع يكون له علاقات وطيدة، علاقات قوية ما بين الأفراد. أيضا من أهمية وفوائد الذكاء العاطفي تحقق لنا النجاح في العمل، النجاح في حياتنا الاجتماعية، لأن الذي يتمتع بالذكاء العاطفي يكون قادر على أنه يقود الفريق ويقود العمل ويحقق الإبداع والابتكار في العمل. لذا نجد أن هناك فوائد عديدة للذكاء العاطفي، ولا بد من ترسيخ هذه الثقافة في المجتمع حتى نحقق هذه الفوائد في المجتمع. وشكرا. هناك نقطة أساسية لابد أن نتطرق إليها، وهو الفرق ما بين الذكاء العاطفي والذكاء العقلي، بين الـ AQ والـ IQ. إيش الفرق بينهم وأيهما أكثر أهمية؟ طبعا يرى غولمان أن الـ AQ الذكاء العاطفي أهم من الذكاء العقلي. لماذا؟ قد شخص يتمتع بقدرات عقلية هائلة، ولكن هذا الشخص غير قادر على التحكم في انفعالاته، تحكم في غضبه، تحكم في مشاعره، وبالتالي لن يستطيع أن يتحكم في عمله وأن يكون قادر على التعامل مع الآخرين. ولكن إذا كان هذا الشخص قادر، لديه قدرات أو مهارات الذكاء العاطفي، يستطيع أن يحقق الكثير من الإنجازات، فهو يستطيع أن يكون قائدا للفريق، ويستطيع أن يتعامل مع زملاء الموظفين، يتعامل، يستطيع أن يبتكر، لأنه هو يحاول أن يضبط مشاعره ويضبط ويدير عواطفه بشكل جيد، وبالتالي يستطيع أن يحقق الإبداع والابتكار. إذن نجد أهمية الذكاء العاطفي أكبر من أهمية، أنا لا أقلل من شأن الذكاء العقلي، ولكن الشخص الذي يتمتع بالذكاء العقلي ولكن الذكاء العاطفي صفر، هذا الشخص لن يستطيع أن يكون ناجحا في حياته الاجتماعية وحياته الوظيفية، لأنه بحاجة، كما هو يتمتع بالذكاء العقلي فإنه أيضا بحاجة إلى مهارات الذكاء العاطفي حتى يستطيع أن يتعامل مع نفسه ويدير ذاته بنجاح ويدير علاقاته مع الآخرين.
فلا بد للشخص أن يتمتع بمهارات الذكاء العاطفي مهما كان الآي كيو عنده، درجة الآي كيو عنده مرتفعة. وشكرا على الحوار. طبعا الشكر موصول لحضرتك الكاتب والإعلامي والمدرب القطري الكبير حسن علي أنواري. والحقيقة النهاردة كلمنا الكاتب الكبير حسن علي أنواري والمدرب القطري عن أهمية الذكاء العاطفي في الأسرة والعمل والقيادة، والحقيقة ركز لنا على نقاط مهمة جدا، وهي فعلا الذكاء العاطفي بيؤدي إلى الصحة والسلامة النفسية إزاي، وأهم نقطة أنا شخصيا بحب أركز عليها اللي هو في الأسرة. الأسرة هي عماد المجتمع، فإذا كانت الأسرة تتمتع بصحة نفسية وتتعامل في نطاق الأسرة، سواء الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته أو الأبناء أو الزوج والزوجة الآباء مع أبنائهم بذكاء عاطفي، فإن يعني ذلك يعني يؤدي إن الأسرة يكون يعني التوترات بتقل، الضغط بيقل، هناك حب وانسجام بين أفراد الأسرة، وده أكيد بيؤدي إلى أسرة سوية سوية وبالتالي إلى مجتمع سوي. طبعا أهمية الذكاء العاطفي كبيرة جدا، وزي ما قال الكاتب الكبير حسن علي أنوار، هي لا تقل أهمية عن الذكاء العقلي، وربما من يتمتعون بالذكاء العقلي ويفتقدون الذكاء العاطفي فإنهم يعانون كثيرا، سواء في مجال الأسرة أو العمل أو القيادة أو أيا كان المجال الذين يعملوا به. ولكن من يتمتع بالذكاء العاطفي ادعي انه ممكن حتى لو كان الذكاء العقلي بدرجه اقل، ولكنه يستطيع ان يوجد جو من الالفه، من الانسجام، من في العمل او في الاسره، يتيح هذا الجو المريح إلى الإبداع زي ما قال كاتبنا الكبير حسن علي أنواري، يتيح هذا الجو من الذكاء العاطفي أو العلاقة الطيبة ما بين الرئيس والمرؤوس أو اللي في إطار الأسرة زي ما الكاتب الكبير حسن علي أنواري قال لنا، بيتيح هذا إلى زيادة الإنتاج، زيادة الإبداع، فهو لا يقل أهمية عن الذكاء العقلي. طبعا الكاتب الكبير زي ما قلنا حسن علي أنواري هو أيضا كاتب روايات، العديد من الروايات، رواية عشقته هيباتيا والحقيقه اتكلمنا عنها في حلقه سابقه، كمان كان روايه ناريه واللي نزلت في معرض القاهره الدولي للكتاب العام الماضي، والحقيقه يعني حصدت العديد من الاراء، اراء المفكرين والانتقادات الايجابيه طبعا لما لها من ثقل في عالم الكتابه. الكاتب الكبير حسن علي أنواري زي ما قلنا موضوع هذا الموضوع الدسم الحقيقه الذكاء العاطفي في الأسرة والعمل والقيادة، وأنا ركزت على الأسرة لأن طبعا زي ما قلت لكم هي الأسرة هي عماد المجتمع أو هي نواة المجتمع، فإن صحت الأسرة صح المجتمع بالكامل. طبعا هو يدعو الكاتب الكبير حسن علي أنور وأؤيده وأنا معه في هذا في هذه الدعوة، أن نركز كل المؤسسات سواء المؤسسات الأسرية المؤسسات أو المؤسسات في العمل إلى التعامل مع الأفراد بذكاء عاطفي، الاستيعاب، نستوعب الآخرين، استيعاب الآخر. أحيانا بيكون في مشكلة ما بين مثلا الرئيس والمرؤوس، ولكن عندما يتعامل الرئيس بحب وبود وبذكاء ما فإنه بيخفض أو بيقلل من التوترات في العمل، وبالتالي زي ما أشار الكاتب الكبير حسن علي أنواري إلى زيادة الإنتاجية. الحقيقة هو موضوع سري جدا وموضوع كبير، وكلمنا الكاتب الكبير فيه على نقاط مهمة، ولكن دعوني قبل ما أختم حلقتي أركز على بعض النقاط المهمة الحقيقة في عن شخصية الكاتب الكبير حسن علي أنواري. وهو الكاتب الكبير حقيقة حسن علي أنواري هو متعدد عايز أقول المواهب، إن صح التعبير، بما أنه صحفي وإعلامي وكاتب له روايات، العديد من الروايات المؤثرة الحقيقة في الوطن العربي، وأيضا مدرب معتمد في العلاقات العامة، وله العديد من الورش الحقيقة المثمرة والتي تؤثر بالإيجاب على المجتمع العربي بشكل كبير. الحقيقة الكاتب الكبير حسن علي أنواري زي ما قلنا تقلد العديد من المناصب، وهذه المناصب المتعددة في مختلف المجالات، وأهمها منصبه في
التربيه والتعليم او عمله في التربيه والتعليم مما اثقله من الناحيه وتخصصه في اللغه العربيه من ناحيه الكتابه. فطبعا تخصص اللغه العربيه بالذات هو بيثقل الكاتب حينما يكون او يجعله يبدع في كتاباته حينما يكون امتهن او احترف الكتابه، حينما يكون من الاساس له محصله لغويه كبيره او يتعامل في اللغه بطريقه صحيحه. كمان عايزه اقول ان الكاتب الكبير حسن علي انواري له العديد من الانشطه الاجتماعيه في دوله قطر الشقيقه. الحقيقه له العديد من العلاقات الاجتماعيه الناجحه جدا، وده اللي يعني عايزه اقول ان الذكاء العاطفي في الأسرة والعمل والقيادة هو يطبقه بالفعل، وأنا بصفتي يعني أو أعرفه معرفة شخصية الحقيقة، بأثني على تعاملاته الحقيقة اللي فيها رقي وذكاء عاطفي فعلا في العمل مع كل من يتعامل معهم. طبعا كل الشكر والتقدير للكاتب الكبير حسن علي أنواري. وبكده انتهت حلقتنا، أشكركم مشاهدينا، كنت معكم أنا رشا حافظ وبرنامج مع كل الناس، دمتم في رعاية الله وأمنه. دكتور أحمد عبد المدبر، استشاري الجراحة العامة والجراحات المتخصصة ومدرس الجراحة بكلية الطب. عمليات الفتق بأنواعها، عمليات البواسير والشرخ والناصور، عمليات الأورام بأنواعها، عمليات الدوالي، جراحات الطوارئ، عمليات السمنة المفرطة، تكميم تحويل مسار كبسولة المعدة الذكية. العيادة: المنصورة، المركز الطبي، بجوار مدارس الهدى والنور، شارع الهدى والنور، خلف مجمع المحاكم بالمنصورة. للحجز والاستعلام واتساب 011-412-3619، تليفونيا 010-98-39-4645. عيادة التجمع: التجمع الخامس، مول HCC، خلف المستشفى الجوي، يوم الأحد من 2-4 عصرا. للحجز والاستفسار 011-41-236-19، 010-98-39-4645. موقع دكتور المنطقة، أول موقع للإعلام الطبي في مصر والوطن العربي. ابحث عن دكتور منطقتك بالاسم أو بالتخصص أو المنطقة اللي أنت عايش فيها. للتواصل مع إدارة الموقع تليفون واتساب 010-42-460. موقع دكتور المنطقة، ابحث عن دكتورك بكل سهولة. دكتور أحمد إسماعيل الزرباوي، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة. العنوان: أبو زعبل البلد، الخنكة، الأليوبية. للتواصل تليفون واتساب 031-22-19-898. موقع دكتور المنطقة، أول موقع للإعلام الطبي في مصر والوطن العربي. ابحث عن دكتور منطقتك بالاسم أو بالتخصص أو المنطقة اللي أنت عايش فيها.
للتواصل مع إدارة الموقع تليفون واتساب 0100-42-460. موقع دكتور المنطقة، ابحث عن دكتورك بكل سهولة.